والآن ننتقل إلى حلب، حيث سينضم إلينا من هناك موفد الإخبارية السورية ربيع ديبا، والذي سيطلعنا على آخر التطورات في عملية خروج المسلحين من الأحياء الشرقية لمدينة حلب. مرحبا بك ربيع. تحية لك. أهلا بك ربيع، تفضل أطلعنا على آخر التطورات الميدانية، وكيف وأين أصبحت الآن مرحلة خروج المسلحين، وكم تبقى حتى تكون حلب نظيفة تماما من هؤلاء الإرهابيين؟ يعني منذ ساعات بعد الظهر بدأت إعادة العمل باتفاقية استسلام المجموعات الإرهابية المسلحة وخروجها من الأحياء الشرقية في حلب. حتى اللحظة خرج بحدود 140 إلى 150 سيارة تابعة للإرهابيين، وأنا أتحدث هنا عن سيارات مدنية خرج فيها مسلحين وعائلاتهم، وخرج 51 حافلة تقل الأهالي عائلات الإرهابيين باتجاه نقطة الراشدين 4، ومن ثم دخلت إلى عقدة الرقة وهي منطقة خاضعة لسيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة. قبل قليل وردت معلومة بأن هناك تحضيرات يعني لخروج عدد من المسلحين، أيضا إضافة إلى عدد من العائلات، وهي تعتبر الدفعة الأخيرة. ودخلت منذ ربع ساعة تقريبا إلى الأحياء الشرقية عدد من سيارات الهلال الأحمر العربي السوري وأيضا الحافلات. نترقب في الساعة المقبلة خروج يعني دفعة جديدة، وقد تكون الدفعة الأخيرة. مصادر متقاطعة كانت قد تحدثت أن العدد الأكبر من المسلحين وعائلاتهم، والذين كانوا يقدر عددهم أول من أمس ب2200 شخص، قد غادروا الأحياء الشرقية. الصليب الأحمر الدولي كان قد تحدث عن مغادرة آخر مسلح في من الأحياء الشرقية، لكن حتى اللحظة هنا في معبر الراموسة التجهيزات اللوجستية تشير إلى وجود بعض يعني عدد أيضا من الأشخاص، لا نعلم إن كانوا مسلحين أو كانوا تابعين أو عائلات يعني ترغب عائلات مسلحين ترغب بالخروج. لكن أؤكد لك أن هنا قبل دقائق دخلت إلى الأحياء الشرقية أو منطقة تجمع في العامرية عدد من سيارات الهلال وعدد من الحافلات. قد تكون هذه الدفعة هي الأخيرة قبل إعلان مدينة حلب خالية من السلاح والمسلحين، وهنا أتحدث عن أحياء صلاح الدين والسكري والزبدية وأيضا أجزاء من العامرية وأجزاء من صلاح الدين. المعلومات كلها تشير يعني المتقاطعة هنا أن خلال ساعات الفجر سيخرج أيضا عدد كبير من السيارات التابعة يعني ربما لأشخاص مدنيين داخل الأحياء الشرقية أو مسلحين، وبعد ذلك سيتم إعلان مدينة حلب كما قلت لك خالية من السلاح والمسلحين. الجيش العربي السوري بالمقابل في محيط الأحياء التي تسيطر عليها فيما سبق المجموعات المسلحة على أتم الجاهزية، وكان قد أعلن عن يعني عبر مكبرات الصوت بأن الجيش سيدخل إلى الأحياء الشرقية المتبقية بعد خروج آخر مسلح، وعلى المسلحين الخروج بسرعة من الأحياء الشرقية. كل المعلومات كما قلت لك جلال تشير إلى قرب انتهاء الوجود المسلح. ماذا عن أهالي بلدتي كفرية والفوعة؟ هل يتوقع خروج المزيد منهم ربما خلال الساعات القليلة حسب القادمة؟ الاتفاق يعني بلغ عدد أهالي كفرية والفوعة الواصلين إلى مدينة حلب وإلى مركز الإيواء في جبرين بحدود ما يزيد عن 1000 شخص، باعتبار 17 حافلة، واليوم وصلت 8 حافلات تقل المدنيين. تقريبا ما يزيد عن 1000 شخص وصلوا إلى مركز جبرين. بنود الاتفاقية كانت تتحدث عن أن 1200 شخص من كفرية والفوعة سيخرج ويصل إلى المناطق الآمنة، وبعد ذلك يخرج 2500 مسلح مع عائلاتهم من الأحياء الشرقية، ويتم بعد ذلك إتمام العملية بخروج 1200 آخرين بالتزامن مع خروج آخر المسلحين وعائلاتهم من الأحياء الشرقية. هناك كان بند ثالث يتحدث عن خروج 1500 شخص إضافية من كفرية والفوعة، وأيضا بالتزامن مع ذلك تخرج الدولة السورية المواطنين المدنيين المحتجزين لدى الجماعات الإرهابية المسلحة في مدينتي مضايا والزبداني. يبلغ عدد الأهالي الذين سيخرجون أو خرج نصفهم تقريبا أو أكثر بموجب هذه الاتفاقية 4000، خرج 1200 من أهالي كفرية والفوعة. سيستكمل الاتفاق. يبدو أن هناك كان لبس بموضوع
الدفعات جلال. يعني أنا أتحدث الآن عن 1200 شخص من كفرية والفوعة، وكان يتم الاتفاق على 2500 شخص من الأحياء الشرقية، هم مسلحين وعائلاتهم. كان بند أضيف لاحق هو التزمين بين خروج الدفعة الثانية وهي 1500 شخص من كفرية والفوعة، تزمينها مع أهالي مضايا والعدد 1500. يبدو أن المقاربة الآن بدت واضحة، من خرج من كفرية والفوعة 1200 سيكون مقابله خروج آخر مسلح من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وبعد ذلك سيتم إعلان مدينة حلب خالية من السلاح والمسلحين، وفي مرحلة لاحقة يتم الحديث أو عن مفاوضات إجلاء المدنيين من كفرية والفوعة 1500 تزمينا مع أهالي مضايا والزبداني أيضا نفس العدد. نعم ربيع، دعني أسألك أخيرا، اليوم سوء الأحوال الجوية في حلب يؤثر على عملية خروج واستسلام المسلحين من الأحياء الشرقية أم الأمور تسير بشكل منتظم؟ يعني حتى ساعات بعد الظهر كانت الاتفاقية خروج المسلحين من الأحياء الشرقية معطلة لمدة 3 أيام نتيجة الخروقات التي مارستها المجموعات المسلحة داخل الأحياء الشرقية، وأيضا المجموعات المسلحة في يعني المناطق التي تحاصر فيها كفرية والفوعة كان هناك عدة خروقات سجلت ربيع خلال 3 أيام. عن سوء الأحوال الجوية في حلب، نعم يعني هل يؤثر نعم اليوم؟ نعم سأتيك نعم إلى ذلك. نعم، لكن يعني سوء الأحوال الجوية أيضا ساهم إلى حد كبير اليوم في إعادة العمل بالاتفاقية، يعني نتيجة الضغط الكبير الذي مارسته الحكومة السورية خوفا على حياة المدنيين، خاصة أن 30 ساعة بقيت تنتظر الحافلات في محيط الراموسة منطقة الراشدين 4 والتي تقل أهالي كفرية والفوعة، وأيضا 30 ساعة بالمقابل الحافلات التي صعد إليها المدنيين المسلحين وعائلاتهم، والخوف هنا على عائلات المسلحين من قبل الدولة السورية، على النساء والأطفال الذين بحوزتهم والذين اتخذوا أيضا بعضا منهم كدروع بشرية. الظروف الجوية ساعدت أيضا، كانت أحد العوامل المساعدة في إتمام هذه الاتفاقية بسرعة. نعم ربيع ديبة موفد الإخبارية السورية إلى حلب، كنت معي من هناك، شكرا لك. طبعا سنعود إليك في تقارير لاحقة لنتابع معا خروج آخر هؤلاء المسلحين من أحياء حلب الشرقية. شكرا لك.